في هذه الحلقة أهم سباقات الخيل الأسبوعية، إنتاج خيول السباق وسلالاتها، إسطبل فواز لغريبان، قصة الفارس صباح الشمري، طبيعة عمل البيطار. مرحبا بكم في برنامج سباقات الخيل السعودي. الإثارة مستمرة على مضمار الملك عبد العزيز مع أحداث سباقات الخيل الأسبوعي. من أهم السباقات لهذا الأسبوع هو سباق جائزة نادي الفروسية الذي فاز به الفارس لويس موراليس. لنشاهد معا أحداث السباق. مشاهدينا الكرام، الاستعدادات النهائية لانطلاقة سادس أشواط الحفل الثالث والخمسون رفعت الراية واندفعت على بركة الله جياد وأفراس المستورد الباحثة عن جائزة نادي الفروسية التقديرية على مسافة 1400 متر وقيمة الجائزة 125 ألف ريال بمشاركة 12 رأسا تمثل 11 شعارا. أندل بيلينغ في الصدارة في المركز الأول، سمارتي لوشين في المرتبة الثانية مطاردا فيما متناسب في المركز الثالث. الانطلاقة السريعة لأندل بيلينغ في المركز الأول مع مطاردة من سمارتي لوشين في المركز الثاني. المركز الثالث لي متناسب فيما حضور لعين الرضا في المركز الرابع فيما لازال أندلي بلينك محتفظا بصدارة هذا الشوط السريع على مسافة 1400 متر. أندلي بلينك وجائزة نادي الفروسية التقديرية في ظل مطاردة نيم ذا ويند أيضا الملاحق لأندلي بلينك مع المنعطف الأخير لأندلي بلينك من أيضا نيم ذا ويند كروزيف من المسار الداخلي في أندلي بيلينغ في الصدارة. الخوف من القادم إيفنينغ هيل يأتي لأندلي بيلينغ الذي وصل مبكرا. إذا مشاهدينا الكرام، ألف المبروك لإسطبل السعادة أندلي بيلينغ، اسم مرشح يضيف في انتصاره 21 في هذه المواجهة. ألف المبروك لإسطبل السعادة. دقيقة 26 ثانية، 8 أجزاء الثانية. جائزة نادي الفروسية التقديرية لهذا الأسبوع تذهب للجواد الظاهر على الشاشة أندلي بيلينغ بشعار إسطبل السعادة، تدريبات فوز الغريبان وقاده لويس موراليس. الجواد الأحمر ذو 8 سنوات يصنع انتصار 21 في عمر 8 سنوات ويقدم شوط جميل. وقت التمرينات الصباحية لهذه الفرس الحامل هنا في مزرعة إنتاج الخيول، رعاية متكاملة حتى موعد الولادة عكست تطور إنتاج الخيول في السعودية خلال السنوات الأخيرة. الخيل سابقا قبل 2000 كان ما يتجاوز في السعودية ما يقارب 12 ألف راس ما بين فحول وأمهار وخيل سبق. حاليا ما شاء الله تجاوزنا 23 ألف. سنويا ننتج 2000 مهر. عندنا في السباق سنويا 640 شوط، ما يقارب 640 شوط يشارك فيها من 2700 إلى 2900 راس. عندنا ما يزيد عن 4200 مالك خيل. في مزارع الإنتاج هذه تبدأ المهمة، عملية إنتاج وتكاثر تخضع للعديد من الاعتبارات. احنا نحرص على الدماء اللي كل سنه يحصل فيها تطوير، مثل على بلازنتاب، على اللي هي اثبتت وجودها في المملكه، على داينافورمر، يعني مجموعه دماء انتجنا منها وجدنا انها خيل تكون صلبه في الميدان ويظهر اولادها كل سنه خارج المملكه بشكل افضل. فالمنتج لابد انه يركز اول شيء على الرمك، يكون قاعده، اذا كان عنده رمكه ممتازه يبدأ هو يركب الدم بحيث أنه يعرف أي فحل يناسب للدم هذا. سلالات الخيول نوعت من أهداف الإنتاج لدى الملاك في السعودية، خصوصاً خيول السباقات. سلالات الخيل الكثيرة، الأكثر شهرة في موطننا سلالة الخيل العربية، سلالة خيل الثوربريد، في بعض الأنجلو، في بعض الخيل اللي يستخدموها تكون من أنواع متعددة يستخدموها في القفز. الثوربريد متخصصة في سباقات السرعة، هي في أساسها خيل إنجليزية أدخل عليها قليل جدا من الخيل العربية في بداياتها،
وأقفلت هذه السلالة وأصبح لها ريجستري معين، أصبح لها مكتب معين يسجل كل أنسابها وتتسابق. سلالة وور فرونت حاليا ما شاء الله هي من أفضل السلالات في العالم، سلالة ABND، سلالة مستر بروسبكتر قديما شوي، ستورم كات قبل، فالآن الحين العالم متجهين يعني على سلالة وور فرونت، على سلالة ABND، على سلالة باينر اوف ذا نيل، هذه غالبا هي أهم السلالات. قواعد في الإنتاج تصنع الفارق في الميادين وتترك علاقة خاصة بين الخيل ومالكها. في بعض الخيل الآن في الميادين ممكن لما يجي المنتج أو المالك اللي ربى الحصان من يوم أنه صغير وكبر معاه ممكن يتعرف عليه، خصوصا من الصوت أو مثلا لما يتلاطف معاه أو لما يناديه، في بعض الشفرات ممكن تكون بين الحصان وبين منتجه أو مالكه القديم. استثمار يبدأ كهواية، حال هؤلاء الملاك الذين اتفقت أهواؤهم وأهدافهم تجاه الخيل السعودية في موطن الفروسية. من أهم سباقات يوم الجمعة الأخرى كان سباق مساهمة نادي الفروسية، لنشاهد كيف فاز الحصان ريادي بهذا السباق. في هذه الصورة يحاول أن يتقدم المدير قادم من المسار الخارجي إلى جوار جوير المدير، إذن التقدم مع على هواي، إذن وطبان يتقدم للمركز الأول، يتقدم جوير قادم في منافسة قوية من المسار الخارجي، الدخول من ريادي بينما وطبان يعود وطبان، ولكن التقدم يأتي لريادي. ما شاء الله تبارك الله، في منافسة قوية وفي حضور كبير ما بين هذه الأسماء، وطبان ريادي، إذا ريادي رقم 16 هو صاحب المركز الأول، هو من يظفر بمساهمة نادي الفروسية. وطبان أتى ربما في المركز الثاني، ريادي المركز الأول لحمد القريشة، جوير المركز الثاني، بطل هذا الشوط ريادي، وأيضا من الداخل وطبان الذي فقد في الأمتار الأخيرة فقد المركز الأول. هنا ريادي ما شاء الله تبارك الله، ريادي صاحب المركز الأول بقيادة مشاري العيسى، عبد الله العجمي قاد جوير المركز الثاني، عادل الفريدي قاد وطبان المركز الثالث، ومحمد النفسي قاد الزهوي المركز الرابع، وأليكسس مورينو قاد المدير للمركز الخامس. هنا في هذه الصورة الأستاذ خالد العشري المشرف على العلاقات العامة والمراسم في نادي الفروسية، يسلم إذن الشيك الافتراضي لحمد بن علي عبد الله القريشة والخيال مشاري العيسى بعد أن تمكن الجواد ريادي من تحقيق الانتصار. النتائج الأخرى لسباقات الحفل 53 كانت على النحو الآتي. خيول تنافس للظفر بهذا السباق على مضمار ميدان الملك عبد العزيز للفروسية بالرياض، وهو الميدان الذي نافس بدوره منذ تأسيسه قبل 6 عقود في سباق أفضل الميادين التي تستقطب عشاق وملاك الخيول إقليمياً وعالمياً. بداية كنت خيال فارس يعني، ومن صغر سني يعني من بداية مرحلة حياتي كنت مع الوالد، وكان الوالد عاشق للخيل يعني في السباقات، وكانت بداياتنا طبعاً بدايات بسيطة يعني. تأسس طبل غريبان عام 76 تقريبا، شاركت أنا في السباقات في عام 79 كفارس، حققنا في الكويت بطولات كثيرة يعني ما في كلام، كأس ولي عهد وكأس الأمير، منها طبعا اتجهنا الميدان السعودي لكبر سمعته.
طبعا اول مالك شعبي في الميدان السعودي في شرط القاعدة. انا اول مالك يعني مواطن ياخذ كاس الملك هو اسطبل الغريبان. طبعا حققت كثير من البطولات مصنفة، 4 من الكأس ولي العهد و3 كؤوس الملك. هذه الجوائز التي حققها فواز الغريبان المالك والمدرب اختزلت في مضمونها البدايات والطموحات التي عاشها في الميدان السعودي، أسوة بالعديد من الملاك والمدربين الذين حولوا بوصلتهم إلى هذا المضمار. وفاز الغريبان، هنا يظهر وفاد الغريبان، يقدم هذا الشوط بكل احترافية. بدايتي كانت في حصان واحد، بعدها أسست الاسطبلات، والحين عندنا يعني مجموعة خيل إن شاء الله ما يقارب 25 إلى 26 راس تشارك في الميدان السعودي. أتمنى إن شاء الله أن تكون السباقات المهمة لنا نصيب فيها اللي هي كأس الملك، وبعدها إن شاء الله كأس السعودية، البطولة الكبيرة الكل يسعى لها. كؤوس وبطولات وجوائز هي الأغلى عالمياً، عكست اهتمام الملاك بها وبهذا الميدان الذي بات قبلة للمنافسة والاستثمار في عالم الخيول. نتابع بعد الفاصل أحداث كأس اليابان على الميدان، قصة الفارس صباح الشمري، طبيعة عمل البيطار. من أهم أحداث سباقات يوم السبت في هذا الأسبوع كان سباق كأس إمارة منطقة الجوف، فلنشاهد معا أحداث السباق. رفعت الراية البيضاء لحظات قليلة، فتحت البوابات على بركة الله، تندفع جياد وأفراس الأربع سنوات، فأكثر بجميع درجاتها متنافسة على مسافة الميل ونصف الميل، مسافة 2400 متر، وكأس إمارة منطقة الجوف قيمة الجائزة 140,000 ريال. الاندفاع تبدأ مع انهمل، إذن هنا في هذه الصورة انهمل بانطلاقة سريعة، ابن الاسطبل الأحمر، واحد من الأسماء الستة، سداسي أحمر في هذا الشوط، سداسي أحمر يسعى إذن للفوز بكأس إمارة منطقة الجوف. الأحمر متقدم بقوة عبر انهمل ابن شلال، أسباب يتابع في المركز الثاني من الخارج، فيما أيضا ناش في هذه المنافسة من المسار الخارجي مع بقية الأسماء. التقدم يأتي وبقوة الآن من مدين، يحاول أن يتقدم للمركز الثاني، بينما الصدارة مع انهمل ابن شلال الذي يأتي بنشوة الانتصار في آخر حضور والاقتراب من علامة 600 متر الأخيرة. مدين يظهر، مدين يظهر، مدين يتقدم مع بداية الخط المستقيم 400 متر الأخيرة. انهمل أم مدين؟ مدين أم انهمل؟ الاسطبل الأحمر يسيطر، يسيطر بقوة، يسيطر المراكز الأربعة الأولى، الأربعة الأولى حمراء، ما شاء الله تبارك الله. هل يكمل انهمل؟ ينهمل، ينهمل مثل المطر، انهمل بقوة، انهمل بقوة، ما شاء الله تبارك الله على عطاء الأحمر المتميز، على حضوره المتميز. المراكز الثلاثة الأولى حمراء للإسطبل الأحمر. هنا الشعار الأحمر يضرب بقوة، هنا الشعار الأحمر حاضر في عطاءاته المتميزة. الأحمر وإن غاب لكنه حاضر، وكأس إمارة منطقة الجوف. هنا نتابع سعادة الأستاذ حسين السلطان وكيل إمارة منطقة الجوف
متوجه لمنصة التتويج يصحبه سعادة الأستاذ عادل بن عبد الله المزروع مدير عام نادي الفروسية لتسليم كأس إمارة منطقة الجوف للمشرف الإداري سعد بن مشرف. نتابع في هذه الصورة مشاهدينا الكرام إذن وعلى منصة التتويج في ميدان الملك عبد العزيز الفروسية بالجنادرية سعادة الأستاذ حسين آل سلطان وكيل إمارة منطقة الجوف يسلم في هذه الأثناء المشرف الإداري على الصبل الأحمر سعد بن مشرف كأس إمارة منطقة الجوف بعد أن تمكن انهمل بقيادة المميز أحمد الأزهري من تسجيل هذا الانتصار. ألف مبروك للأمير فيصل بن خالد بن عبد العزيز، ألف مبروك للمشرف الإداري سعد بن مشرف والمدرب سامي الحرابي. هنا الصورة التذكارية متابعينا الكرام تلتقط لهذا الجواد مع وكيل إمارة منطقة الجوف وأيضا ضيوفنا الكرام من إمارة منطقة الجوف أعضاء مجلس إدارة نادي الفروسية وميدان الفروسية بمنطقة الجوف، نرحب بهم أيضا هنا في ميدان الملك عبد العزيز الفروسية بالجنادرية. منذ أن بدأ رسمياً مهنته كخيال قبل أكثر من 22 عاماً حقق حلماً لطالما تمنى تحقيقه وهو أن يصبح فارساً. صباح الشمري أضاف اليوم اسمه إلى قائمة أشهر الفرسان والمدربين في السعودية. دخلنا الخيل هواية، هواية ركوب، حب للخيل، يعني ما كنا نفكر، أنا أصلاً ما كنت أفكر يعني أنه فيها يعني، وإحساس صراحة يعني لما تركب حصان وتروح فيه خاصة حتى بالتدريبات، يعني صراحة والله أنا واحد يعني أتمتع. تعلقه بالخيول منذ صغره قاده أكثر فأكثر إلى الميادين والسباقات التي حقق فيها ما حقق من إنجازات وجوائز. بداياتي كانت من منطقة حايل، بعدها انتقلت في عام 1419 هجري تقريبا لميدان الملج وانضميت اسطبل الأمير سلطان بن محمد الكبير، يمكن جلسنا سنتين وانتقلنا لميدان الملك عبد العزيز. بعدها اعتزلت الركوب اللي هو كخيال وانتقلت كمساعد مدرب مع الخيال المدرب الكبير فيحان المنديل، وبعدها انتقلت كمدرب خاص باسطبل أبو الجدايل تقريبا موسمين وحققت الحمد لله نتائج مع اسطبل أبو الجدايل كمدرب خاص، ومن بعدها صراحة يعني اشتقت يعني الرجوع يعني كخيال وسباقات. شاركت بسباقات كثيرة الحمد لله، كسبت منها جوائز، وأكبر جائزة وأهم سباق عندي اللي هو كأس ولي العهد. عطاء الميادين لن ينقطع، هذا هو لسان حال صباح في عقده الخامس. ما في سن محدد للمدرب أو الخيال، متى ما شاف نفسه يعني يعطي وقادر، وخاصة يعني قادر ميدانيا طبعا، يعني يحضر التدريبات ويحضر الخيل ويحضر كصحة، لأن يعني الخيال مثل ما كان يعني ميزانه ممتاز ومحافظ على الأكل، محافظ على الصحة، محافظ على النوم، محافظ على التدريبات، ما عنده أي مشكلة، يعني لو تعدى عمره تعدى 50 ما في أي مشكلة. طاقة امتزجت بخبرة السنين وتكشفت على مضامير السباقات التي يهواها. كأس لليابان على مضمار الملك عبد العزيز مقابل استضافة اليابان لكأس سعودية على مضمارها، وعادل الفريدي يتألق في السباق.
رفعت الراية البيضاء مشاهدينا، فتحت البوابات، اندفعت الأفراس المستوردة عمر الأربع سنوات فأكثر بجميع درجاتها متنافسة على كأس اليابان الفئة الثالثة. نتابع هنا الانطلاقة القوية، صنصة فلاش في المركز الأول، فيما عتادة تتابع في المركز الثاني، شيهانا في المركز الثالث، وموتشاتشا أونو في المركز الرابع في هذه الانطلاقة، آيس دانسينج في المركز الخامس. إذن المتابعة من عازفة في المركز الخامس، وآيس دانسينج في المركز السادس. صنصة فلاش لا زالت تقود الشوط بقوة بقوة، بعناية بعناية، عتادة قادمة تتقدم الآن للمركز الأول، عتادة بكل قوة، عتادة ابن سبيلس ستيبس، والدخول يأتي يأتي لك ستريفا. أهلا لك ستريفا، كأس اليابان الفئة الثالثة في الميدان السعودي. ألف ألف مبروك لسلطان بن فيحان المنديل، لك ستريفا بطلة لكأس اليابان. ألف مبروك لك ستريفا بطلة لكأس اليابان. ألف مبروك هذا الانتصار. هنا في حان المنديل، هنا في هذه الصورة وعلى منصة التتويج، مع أيضا فيصل بن سلطان بن فيحان المنديل، وهنا كأس اليابان يسلم سعادة السيد مياكي هيرفومي القائم بالأعمال بالنيابة لفيحان بن فيصل المنديل ولفيصل بن سلطان بن فيحان المنديل والمدرب نايف المنديل. ألف مبروك المدرب نايف المنديل، ألف مبروك المالك المميز فيحان المنديل، ألف مبروك هذا الانتصار وهذا الحضور. النتائج الأخرى لسباقات الحفل 54 كانت على النحو الآتي: الحافر هو الخيل، وسلامته من سلامة الخيول عند تحريك أجسامها الثقيلة قاعدة مهمة في مهنة البيطار أو محدي الخيل التي احترفها عبد الله البلوشي. هي الصراحة أنا كنت دائما أروح أتفرج سباقات الخيل، وكنت أتمنى أني أنا أدخل في العالم هذا، فما كان يسمح للوالد عشان الدراسة، فدخلتها بعد كذا عن طريق صاحب، لقيت لي زي ما تقول فجوة أني أدخل في العالم هذا، وتوسط لي صاحبي طبعا ومشيت معاه، هو كمان بيطار، فتوسط لي وقال عند أبوي إني راح يعلمني وراح أمتهن هذا المركب. طبعاً الحافر هو الحصان والحصان هو الحافر، يعني خلاص إذا فيه حافر سليم حيكون الحصان سليم بإذن الله واحد الأحد. طبعاً لازم يكون يعني كتعليم أن تعرف إيش تسوي للحصان هذا، إيش المطلوب منك قبل لا تبدأ تشتغل، طالع فيه طبعاً تراجع المدرب أو المالك، تسأل الحصان متضايق قبل كذا من حاجة وعنده مشكلة في هذا، وأحياناً إذا فيه مشاكل هذه نرجع للدكتور، لأن تختلف الخيول عن بعضها، وحافر يفرق عن حافر، كل حصان يفرق عن الثاني، فلازم تكون عندك ميزة عن هذول تعرف إيش تتصرف معهم. أحد عشر عاماً قضاها في عمله كبيطار تركت لديه خبرة في التعامل مع الخيول وحوافرها التي تنمو وتحتاج إلى التقليم بشكل دائم، وهنا يأتي دور الحدوة المتنوعة بحسب استخدامات الخيل لحماية الحافر من التلف وامتصاص الصدمات والسيطرة على الخيل في السباقات. اشتغلت المهنة دي من دخلت عالم الخيل في البيطرة من 2009 ومستمر فيها. هي طبعا الخيل إذا جيت من عندها تعرف طبعها خلاص، من ناحية أنك خشيت على الخيل كل يوم تواجه خيل، فخلاص صرت تعرف اللي متنرفز وصرت تعرف اللي يستقبلك، ما عنده أي مشكلة. فالمتنرفز تاخذ حيطتك من أنك بداية تدريجيا ملامسة أو عندك قطع سكر أو حاجة زي كذا تبدأ تستلطفه وتعرفه على نفسك خلاص أنه يستأمنك، وبعد كذا تبدأ أنت تشتغل عليه. رفقة خيول الإسطبلات
تتطلب الحذر واستخدام أدوات السلامة. هي أول شيء لازم تكون معك العدة والسيفتي والحماية لك السلامة، يعني أول شيء، لأن الخيل أحيانا تجي هي أنواع. لما نأتي عند الحصانة وهذا تدريجيا أبدأ ملامسته وأشوف استقباله لي، هل هو متنرفز من الطريقة، يعني راح يبين لك أنه هو يبغاك أو ما يبغاك. بالنسبة للمواقف قد انضربت من مهر في ظهري، لأنه فجأة ما أدري كنا داخلين في الغرفة وشغالين عليه بهداوة وكل شيء، فواحد من السياسة الله يهديه دخل فجأة كذا، فالمهر انفجع مع الفجأة طلع فوق ونزل علي أنا. حوافر الخيل تحتوي على بروتين الكيراتين، وهو المكون نفسه لشعر وأظافر الإنسان، كما وتختلف الحدوات وفقا للعوامل المناخية. معلومات مهمة تعكس أهمية الحفاظ عليها وعلى وقع حوافرها في ميادين السباقات. رأيكم يهمنا. للتواصل معنا بخصوص سباقات الخيل السعودية، الرجاء الكتابة لنا على روابط التواصل الاجتماعي الظاهرة على الشاشة.